السلام عليكم، أنا محمد غنايم. عندما كنت صبيا جاء إلى منزلنا أحد المحتاجين، كنت أجلس مع والدي، فوالدي استقبل ذلك الرجل بابتسامة ورحب به وطلب مني أن أجلب العنب من الحديقة لنضيف الرجل، فبيتنا هناك يقع وسط كرم من العنب بفضل الله. فخرجت من هناك وذهبت خارجا ونسيت أمر ذلك الرجل وأن والدي طلب مني أن أضيفه. وعندما عدت مساء إذا بأمي تقول لي: لماذا استحقرت ذلك المحتاج ولم تجلب له العنب؟ والدي غاضب جدا منك ومن المستحسن أن لا يراك. يعني باختصار هرب. طبعا تعامل الأباء مع أبنائهم في تلك الفترة العمرية بجدية وحرص مهم جدا في بناء شخصية الابن، وسنوضح ذلك بعد قليل. قد يسأل أحدكم الآن ويقول: يا محمد، لماذا تناقش معنا موضوع التربية؟ ما زلنا صغار، ربما نحتاج سنين من الزمن ليصبح لدينا أطفال أو نمتلك أسرة حتى. ولكننا نناقش هذا الموضوع لأنك أنت الآن جزء من تربية أحدهم وأنت لا تدرك ذلك، ربما أخوك الصغير أو ابن أخيك أو حتى نفسك حتى. فتربية النفس نفسها وتطويعها للخير من تربيتك لنفسك. فلسفة. فلو سألتك سؤال الآن: هل أنت خجول، عصبي، هادئ، عنيد، منعزل؟ ما أنت من بين تلك الصفات؟ فقد ضع عينك على الإجابة التي تراها مناسبة لك. طيب لو سألتك: لماذا أصبحت بهذه الصفة التي تنظر لها الآن؟ ستقول: لا أعلم، أعتقد أنه أمر كان معي منذ الصغر. نعم، ربيت عليه. فمثلا الخجول يقول: كنت في صغري كلما تكلمت أحبطني من حولي فأصبحت أخاف المشاركة وأصبحت خجول. ونفس الحال ينطبق على باقي الصفات. فيقول العلماء أن 95% من شخصية الطفل تكون مكتسبة من البيئة المحيطة له، و5% تكون وراثية. فمثلا الخاصية العنف قد تكون وراثية. مثلا لو أخذنا طفل من لحظة الولادة مباشرة وضعناه في بيئة مسالمة، ربما سنجد ذلك الطفل أصبح لديه الميل للشر أو العنف، وهذا الأمر يعود للعامل الوراثي كما أكدت دراسة نرويجية، رابطها في الوصف. الآن أريد أن أرى إن كنت مربي جيد أم لا. سأطرح عليك مجموعة من الأسئلة وأريد أن أرى مدى براعتك في الإجابة أو التصرف في مثل هذه المواقف. مستعد؟ السؤال الأول: شخص عمره 7 سنوات سرق من أحدهم شيئا ما، برأيك كيف يجب أن يتصرف الوالد معه في هذه المرحلة؟ 1. يعاقبه بشدة ويوضح له مساوي ذلك الأمر. 2. يبتسم له ويقول: ما شاء الله عليك. 3. ينصحه بشكل مباشر. اختر الإجابة التي تراها مناسبة. السؤال الثاني: شخص عمره 13 سنة اكتشف الوالد مواد غير أخلاقية على هاتفه، كيف يجب أن يتصرف الوالد معه؟ عمره 13 سنة. 1. يعاقبه بشدة ويوضح له مساوئ ذلك الأمر. 2. لا يفعل أي شيء، فهذه مرحلة يمر بها الجميع. 3. ينصحه بشكل مباشر وغير مباشر. اختر الإجابة التي تراها مناسبة. السؤال الثالث: شخص عمره 17 عاما لاحظه والده وهو يدخن، كيف يجب أن يتصرف الوالد معه برأيك؟ 1. يعاقبه بشدة ويوضح له مساوئ ذلك الأمر. 2. يبتسم له ويقول مستهزئا: ما شاء الله عليك. 3. يعمل نفسه غير منتبه وينصحه فيما بعد بشكل غير مباشر. اختر الإجابة المناسبة لك. إن الإجابة الصحيحة على الأسئلة بالترتيب هي 3 1 3. إذا اخترت الإجابة بهذا الترتيب فأنت مربي جيد. أخي الحبيب، أختي الفاضلة، ركز معي في هذا الملخص الذي إذا فهمته تكون مربي ناجح في المستقبل بإذن الله، وهو ملخص لمجموعة كتب قرأتها في هذا المجال. الطفل من عمر 1 إلى 7 سنوات يلقى ويلقن كل العادات والتقاليد والمهارات من حوله، لا يبتكر أي شيء جديد من عنده، فتجده يقلد الوالد في طريقة مشيه، أو ربما يقلد أخيه الأكبر في طريقة الكلام، أو يحفظ أي كلمة تقال من حوله حتى لو كانت سلبية. فهذه المرحلة حرجة جدا ومهمة جدا في حياة الطفل، وهي أساس التربية. فأذكر أن الدكتور محمد راتب النابلسي قال في إحدى محاضراته في هذا الموضوع، قال: إذا مرت أول 7 سنوات من عمر طفلك دون تربية عليه العواطف. لذلك لا بد من توجيه الطفل هنا إذا أخطأ دون معاقبة، توجيه ومراقبة. فمثلا إذا سرق في هذا العمر تخبره أن السرقة حرام وأن هذا الملك ليس ملكك وأنك هكذا تحزن من سرقت منه، تخبره بأسلوب مقنع سيتفهم الأمر. ولكن إذا عاقبته دون توجيه مقنع لن يتقبل الأمر جيدا. ثم عندما يصبح الطفل من عمر 7 إلى 14 عاما، هنا إذا أخطأ يجب أن تعاقبه وبشدة دون توجيه، لأنك قد وجهته بالفعل سابقا.
وفي هذه المرحلة الخطأ أمر طبيعي، لأن هناك تغيرات فسيولوجية تمر معهم مثل المراهقة. فمثلا تجد الشخص بهم يميل للتدخين ليثبت لأصدقائه أنه رجل، وهو يعلم أن التدخين خطأ لأنك وجهته سابقا. لذلك هنا يجب أن يعاقب وبشدة بالأسلوب المناسب ويعزر. ثم عندما يصل الشاب من عمر 14 عاما إلى 18 عاما، هنا لا يجب أن يعاقب إطلاقا، لأنه في تلك الفترة يعتقد أنه رجل ومكتفي بنفسه، طبعا اعتقاد وهمي لديه. وأنت من صالحك ألا تكسر هذا الاعتقاد لديه، بل يجب أن تعامله كصديق وأن تنصحه فقط وتطور من هذا الفكر لديه. فتجد أن الأب إذا لاحظ في تلك المرحلة العمرية يدخن يخبره بعتاب: ألم أخبرك أن التدخين مضر بالصحة؟ أو تجده ربما يتصرف كأنه لم ينتبه إليه، لأنه يعلم أن ذلك الشاب في هذه المرحلة لن يتقبل النصح أو العقاب ربما، وأنت بالفعل قد وجهته وعاقبته سابقا. لذلك لو طبقنا الأمور السابقة وأحسننا تربية أبنائنا أو ساهمنا في تربية إخوتنا، الله سبحانه وتعالى يبشرنا بالجنة. يقول الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. العلماء قالوا في تفسير هذه الآية أن الأبناء الذين يتبعون آباءهم بإيمان الله سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة حتى لو لم يصلوا في درجة العمل إلى آبائهم، وذلك تكريما لآبائهم. فالحمد لله على نعمة الإسلام. يعني تخيل ما أجمل أن تجتمع بعائلتك في الجنة. شاركني برأيك في مكان التعليقات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فضل الآية السابقة، ودمتم في أمان الله.